الحكم اللي صدر امبارح المفروض من القضاء الاداري، والله هو القضاء هو في الاخر اللي كلمته، بس القضاء الاداري عموما يعني معروف في البلد ان هو ما بيتطبقش وما بيتنفذش، وبعد كده المفروض بتاعي ده قرار سيادي نقل الجزيرتين، بس برضه الواحد في الاخر بيحترم القضاء. هو حضرتك حقيقه الحكم ان هو مش قضى بنصريتهم او جزئيتهم، هو قضى بجزئيه التصديق على المعاهده، ولسه في طعن قدام المحكمه الاداريه العليا وهي هتقول كلمتها الفصل في الموضوع. حضرتك يعني معظم الشعب المصري عارف ان جزيرتين مصريين، لان احنا بنمتلكهم فتره كبيره جدا، وطبعا معروف طبعا تاريخهم ودورهم الكبير طبعا في حرب اكتوبر وعلى مدى طبعا 68 والكلام ده كله. هم مصريتين فعلا، ليه؟ ازاي بيدرسوا في التربيه والتعليم من ضمن الخريطه بانهم مصريتين وبعد كده يطلعوا من حضن البلد للسعوديه؟ والله بالنسبه للقضاء طبعا ما حدش يقدر يعلق عليه، يعني فالقضاء كلمته لا ترد. فالمفترض قبل ما يكون في حاجه اسمها قانون دولي ولا ترسيم او اي حاجه كانت مصر دي ملكها، دي ملك مصر، فقبل اي شيء هي ملك مصر. حكم لا قيمه له. لماذا؟ لان انت تعيشين في نظام هو الحاكم وهو المسيطر على كل شيء، نظام دكتاتوري، كلامه هو الذي سوف ينفذ. حتى لو قام مجلس الشعب او البرلمان المسمى بالبرلمان وصوب على ان الجزيرتين مصريتين، الا انه النظام سينفذ لانه قابض مقابل ذلك المليارات التي دخلت جيوب النظام، لن يستطيع ان يرجع في كلامه. الجزيرتين مش بتاع مصر اساسا، مش اساسا بتاع مصر، من تاريخ قديم مش بتاع مصر. مجلس الحكم طبيعي انه هيأيد قرارات رئيس الجمهوريه، فده الطبيعي انه هيطعن على الحكم قرار رئيس الجمهوريه اصلا. اجباري ده طريق طعن مباح لكل الافراد ان هم يقدر يطعن قدام حكم القضاء الاداري. حضرتك طبعا القضاء احنا واثقين في القضاء المصري ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان هو طبعا هيظهر اذا كان الجزيرتين مصريين او مش مصريين، وطبعا في الاخر الشعب المصري طبعا هيرضى بحكم القضاء. يرجعوا للمراجع زي كانوا بيدرسوها الاول في المناهج التعليميه بانها مصريه، يرجعوا طبعا للمراجع الثانيه اللي هي بتاعه الحدود، يشوف الحدود. دي اجراءات لازم تتعمل برضه، دي اجراءات، اجراءات بتتعمل، واخد بالك؟ ما هو اي قضيه لازم بتطعن عليها، لازم تطعن عليها، اي قضيه مهما كان لازم تطعن عليها، وبرضك القضاء اللي بيحكم في الاخر. والله هو اولا في طرق يعني سنها القانون ان هم لهم الحق في الطعن، فهم خدوا الطرق دي، ولكن من ناحيه شعبيه احنا كدوله مش المفترض ان احنا نطعن من حكم حتى لو الارض دي مش ملكنا. ده جزء من العار الذي نعيشه منذ 30/6، منذ 30 يونيو، وهذا يعبر عن الهزيمه التي نعيشها والانتكاسه التي نعيشها. ان تقوم الحكومه بنفسها بالطعن على مثل هذا الحكم وهي تقول للعالم كله قضاؤنا يقول الارض ملك لنا، وهم يقولون لا هي ليست لنا. فهذا نوع من العار ونوع من الاستهتار الذي نعيشه في ظل هذا النظام البائد المستبد.